اما راه الا بغيتي نبقاو في لا قانون او حق الرب الى نوليو في العيد الكبير من الاخر فهمت راه لا دي طرا هو العيد الكبير كنقسم لك بالرب بالجالي حتى العيد الكبير دي طرا لان اخويا باش تطلبني انايا وتقول عليا انا نصاب وانا كنحول ملايين الدولارات سنويا للمغرب فين هو هذا اللي جا قال لك ديت ليه مثلا 60000 دولار 30000 دولار ما كاينش وبالتالي كيبقاو تو تشويسز سير اخويا قبل خدمتك الله يسهل عليك والله يوفقك وانا متسني ندعي معك هادي واحد جوج بدني بالسميه نمشيو للمحكمه اما راه تبقى جالس كتظلم فيا وتبقى مره تجي تشري لي داك النقير ديال العيالات وداك الشيء والله وحق الرب ما تنبغيش نخسر هذا وحق الرب تاجي نعيد انا وياك قسما بالله حتى تشوف العيد الكبير قدامك العيد الكبير كنقسم لك بالرب الجالي وبرب الكعبه العيد الكبير العيد الكبير اجي نعيدو انا وياك ان شاء الله وحق الرب.